اهلا بحضراتكم مره اخرى. تعالوا بقى نشوف شيماء في معرض تراثنا. شيماء مساء الخير. مساء الخير استاذ محمود. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي بقى، اللي انت موجوده في وسط معروضاتك لاول مره تعملي تشاركي في معرض؟ اول مره في حياتي ادخل معرض. كويس جدا. ايه بقى انطباعك عن المكان دوت وتعاملك مع الناس اللي بتيجي والزباين وحاجات زي كده؟ انا مبسوطه جدا لان اول مره في حياتي ادخل معرض، يبقى اكبر معرض في مصر. المكان حلو جدا جدا جدا. انا ناقص مره وصورنا فيه. كل العارضين اللي فيه اصلا حاجه كده تفرح. اصلا انا نفسي اصلا بروح اتفرج على حاجتهم عشان استفاد من خبراتهم في المعرض. انا مبسوطه قوي اصلا، انا ليا مكان في المعرض. الحمد لله الناس تيجي بتشوف شغلي وبتتعرف عليا وبيبقوا مبسوطين بشغلي وبانتاجي. رغم ان انتاجي صغير بس مبسوطين بيه يعني، وبيطلبوا ان انا اعمل لهم حاجات وبيشتروا مني حاجات كمان الحمد لله. طب كويس. جبتي اختك معاكي ولا جايه لوحدك؟ لا جايه جايبه والدتي مرافقه معايا. طب كويس. عايزه اشكر حضرتك عشان لا انت قولي لي بقى، قولي لي يا حبيبتي اشكري ربنا سبحانه وتعالى. نيجي بقى نسال سؤال يا شيماء، ايه اللي حصل بعد ما ذعتي الفيديو بتاعك وبعد ما طلعتي في برنامج باب الخلق؟ ماذا حدث؟ حصلت حاجات كتير قوي حلوه. طب الحمد لله. انا طالبت في البرنامج بكارت خدمات متكامله. حد من وزاره التضامن الاجتماعي تواصل معايا وقال لي ان الوزيره شافت الفيديو بتاعي وعايزه بنفسها هي تتابع اجراءات الكارت ليا انا واختي. ممتاز، نشكرها شكر كبير وزاره التضامن. طبعا بشكرها جدا استاذه نبيل كوباش. وحد تواصل معايا من وزاره الصحه لان انا عشان اعمل الكارت لازم اعمل اشعه وتحاليل خاصه بيه، فتواصلوا معايا من وزاره الصحه. ونشكر وزاره الصحه جدا والدكتوره هاله وليهم كل الشكر والتقدير. ورحت مستشفى يعني. عملت كل الحاجات المطلوبه مني بالتقرير الطبي بدون اي مصاريف نهائي. وخدت الكارنيه بتاعك بقى؟ لا لسه، هو انا بعت التقرير لحد في وزاره التضامن وهم قالوا لي يعني احنا كده تمام في الاوراق وهم بقى هيبداوا يعملوا اجراءات الكارت. كويس. وليك اتصال كمان حدث مع وزاره الصناعه. ايوه بعدها بقى يعني قبل المعرض اصلا باربع ايام مستشار وزاره الصناعه الدكتور حاتم العشري اتصل بيا وقال لي شيماء الوزيره عايزه تكلمك في التليفون. يا سلام. وبعدين ده صديقتنا وزيره الصناعه دي استاذه نبين جامع يعني حاجه. طبعا دكتوره نبين طبعا. وجات لي المعرض مرتين. وكلمتك ايه في التليفون؟ كلمتني قالت لي قالت لك ايه بقى؟ قالت لي ان هم هيدخلوني معرض تراثنا مده، هيجيبوني في القاهره اقامه كامله لمده اسبوع وليا مكان في المعرض مخصص ليا وان انا يعني احضر نفسي عشان اجي المعرض. انا كويس. هنا في القاهره من يوم الخميس. حلو قوي. وهي جات لي اليوم اللي انا جيت فيه يوم الخميس. وقاعده في فندق قاعدينك انت ووالدتك في فندق قريب من المعرض؟ قاعده في فندق كمان حاجه يعني في التجمع عندك جنب المعرض. لا في مدينه نصر، فندق في مدينه. كويس قريب برضو. كويس. ما هما الانتقالات يعني احنا بنروح ونيجي في باص مخصص بالمعرض. ده ايه الدلع ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لا بصراحه هما مهتمين بيا وما شاء الله. كويس. ورئيس المعرد كمان استاذ طارق صبور كل لما بحتاج حاجه بيجي مثلا كل شويه يعدي عليا يقول لي محتاجه حاجه اعملها لك يا شيماء. جميل. انا بصراحه جميل. مبسوطه جدا يعني مبسوطه. بتيجي الساعه كام بقى الصبح؟ باجي الصبح، احنا بنيجي هنا الساعه 9. امبارح جينا بدري عشان كان اول يوم الافتتاح طبعا، بس هو مواعيد المعرض من 10 الصبح ل 10 بالليل. بس العارضين يعني بيجوا مثلا 9 ونص ويروحوا 10 ونص. يا بتقعدوا طول النهار؟ بنروح الفندق على النوم بس. طب الكيس بتاعك اتملى فلوس ولا لسه؟ بعتي حاجات لله كويسه يعني. هو بدا لان انا اصلا ما كنتش عامله حسابي على المعرض، وانا اصلا كنتش
انا شغلي كان على قد جدا، واول مره بالنسبه لي اروح معرض، فما كنتش عامله حسابي باي حاجه ان انا اعرضها في المعرض. بس الحمد لله يعني في حاجات الناس بعتها للناس اللي قدرت اعمله يعني في خلال 4 ايام من اللي هم قبل المعرض، وفي ناس طلبت مني شغل ان انا اعمله لها وبعد كده ابعتهم له. ما دي ميزه المعرض بقى، انك انت تقدري تلاقي بقى ناس تبعت لهم شغلك كل شويه، محلات او ناس بتبيع او كده. انا مبسوطه اصلا يعني، بالنسبه لي اول يوم يعني في المعرض يوم حلو قوي، وكمان قابلت سياده الرئيس جالي في المعرض وسلم عليا واتكلم معايا. طب جميل جميل جميل. ده مفيش بعد كده يا شيماء. الحمد لله. احنا مش هنعرف نكلمك بعد كده. كويس. لا لا والله انا اساسا يعني بالعكس، ده يعني فضل يرجع لربنا وليكم. لا ربنا سبحانه وتعالى، انت تستحقي كل خير. نزلتوا الفيديو بتاعي وساعدتوني. لا انت تستحقي كل خير وكل تقدير. ربنا يبارك لحضرتك يا رب. يعني دي شيء طبيعي يعني، الحمد لله يعني رجع لك حقك، يعني ما حدش متفضل عليك على فكره. ده حقك الطبيعي في الحياه ان كل الناس تتعاون عشان تساعد بعضها. وده برضو فضل طيب. ربنا عليا عشان انا يعني برضو يعني هو عشان انت مكافحه وصبوره ومتحمله وبتحمدي ربنا، ربنا بيعوضك طبعا. ربنا يعزك والله. بس هو انت منين يا شيماء؟ انا من اسكندريه، منطقه اسمها كرموز. يا عيني يا عيني، اسكندرانيه كمان. طيب نفسك جيتي القاهره قبل كده كتير؟ لا بصراحه كنت باجي بزمان يعني تبع رحلات الكليه، او كنت بنزل مثلا ليا يوم الواحد مثلا. طيب طب قولي لي بقى، المعرض بتاعك دوت من اول يوم لاخر يوم عازمينك في الفندق؟ لا انا مفيش يوم زياده، الخميس اقامه كامله. ما في يوم، احنا هنروح تاني يوم المعرض هينتهي يوم الاربعاء ان شاء الله، احنا هنروح الخميس على اساس قالوا لنا هيبقى عندكم فرصه ان انتوا تلموا حاجتكم وشنطكم وتناموا وبعدين تروحوا يعني بالنهار. طيب انت ليكي عندنا بقى من برنامج باب الخلق يوم نفسحك في القاهره، نفسك تروحي فين؟ نوديكي اي مكان نفسك تروحي فيه. انا نفسي اروح برج القاهره. خلاص تمام، اعتبري نفسك رحتي برج القاهره. اول ما يخلي اليوم اللي انت قاعده فيه ممكن تقعدي كمان يوم او اتنين وتتفرجي على القاهره زي ما انت عايزه، ده ليكي عندنا من باب الخلق. ربنا يفرح قلبك. نوديكي برج القاهره ونوديكي. رحتي الهرم؟ شفتي الهرم؟ رحته زمان من حوالي كام سنه يعني. طيب نوديكي اي مكان. رحتي شارع المعز لدين الله؟ شفتي الاثار بتاعتنا الحلوه؟ انا ما دخلتهاش لا بصراحه، كنت بروح من بره كده. لا نوديكي اللي انت عايزاه، نعادك يوم او اتنين وتروحي تتفسحي وتتبسطي وتعملي كل حاجه. على فكره هتلاقي الدعوه دي من الساده المشاهدين. ربنا يفرح قلبك. هتلاقي الساده المشاهدين هيطلعوا الحكايه دي، انك تقعدي معانا يومين وتتفسحي زي ما انت عايزه. ربنا يبارك فيك يا رب. والله انا مبسوطه جدا، ويعني انا اصلا يعني لا مش قادره اقول لك انا مبسوطه ازاي. والله مبسوطه باللي انا فيه وباللي انا وصلت له، مبسوطه ان انا بكلم حضرتك، مبسوطه انكم يا حبيبتي ربنا يسعدك، ان انتوا وصلتوا صوتي للناس والمسؤولين وقدروا ان هم يساعدوني، دي حاجه كبيره قوي عندي. احنا ما عملناش غير شغلنا الواجب الطبيعي اللي بنعمله، وانتي تستحقي كل تقدير، لان الانسان مستو الاساسيه انه يكون صبور ويحمد الله ويشتغل ويجاهد عشان يثبت وجوده في الحياه. فانتي عملتي دوت بشجاعه كبيره جدا، فانتي تستحقي كل خير. ايوه امال ان شاء الله. ان شاء الله انا عايزه ابقى خلي بالك امسكي في الاستاذ صبور دوت، قولي له يسجل لك ان شاء الله السنه الجايه عشان يبقى ليكي مكان. هم قالوا لي والله يعني تابعي معانا واعملي شغل اكتر، وان شاء الله لو في معارض في اسكندريه او في محافظات بيعملوا معارض ممتازه واقامه كمان على حسابنا. بس ايوه هم هيودوك يعني. تراثنا بقى ادعي لي يعني ان انا يعني ان شاء الله الايام الجايه كمان تكون ايام حلوه اكتر من اللي عدت ان شاء الله. وانا مبسوطه بيكم قوي. انت عارفه ان بلدكم ديت طلع منها عباقره ما لهمش حد، وان دي من اقدم يعني ان لم تكن اقدم مدن مصر. لا وبعدين انا يعني في منطقه اثريه كمان. أنا كرموز انت؟ انا كوم الشقافه، يعني مركز اثار عمود السواري بقى، ومقام كوم الشقافه اثريه. طب كويس جدا لازم جدا. لازم تشرفنا بقى يا استاذ محمود. ان شاء الله طبعا. رحت اسكندريه بنروحها على طول يعني، بنروحها على طول. نورها يا شيماء. شيماء ان شاء الله نشوفك دايما مبسوطه ودايما سعيده، وانت نموذج يحتذى به يعني. بشكرك جدا يا شيماء. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ونشوفك على خير، وبرنامج باب الخلق سلمى هتبقى على تواصل معاكي عشان ما نوديكيش اسكندريه لما تشوفي كل اللي يعجبك في القاهره، عشان برضو ما تقعديش تعالي لنا تقولي عندنا في اسكندريه حاجات حلوه، احنا كمان في القاهره عندنا حاجات حلوه. لازم نفرجها لك. ده انا تشرفت حبيبتي والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا يا شماء وشيماء، وربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا يا استاذ محمود، مع السلامه. شكرا يا حبيبتي، مع السلامه. يا سلام على الهمه، البنت عندها همه
والثلاث وزراء دول مشكورين جدا، عندهم همه، وزيره السيده وزيره التضامن، والسيده وزيره الصحه، والسيده وزيره الصناعه. خلي بالك انا قلت ثلاث وزارات بثلاث ستات، يوم انت بقى تفهم من الستات بيعملوا دور، بيعملوا حاجه، ما يعني الرجاله بتبقى شويه احنا خشنين شويه، انما شوف ثلاث بالصدفه، انا ما اخترتش، هم اللي ده اللي حصل. التضامن السيده الوزيره، والصحه السيده الوزيره، الصناعه السيده الوزيره. فانا بشكر كل الساده يعني الوزراء على اهتمامهم بشيماء. وعايز اقول حاجه بايخه بقى بعد ده كله، انه شيماء حاله من ضمن الاف الحالات، يعني مش شرط تكون نفس حالة شيماء، لكنها انا فاكر مره رحت في حلوان صورت محل بيعمل فراخ مشويه ومش عارف ايه، وكان عندهم مشاكل كتير برضو، عندهم اعاقه، كان عندهم اعاقه جامده، ومع ذلك بيقفوا طول النهار يشتغلوا وبتاع حاجات زي كده. فنرجو ان تبقى شيماء هي النموذج اللي ممكن يلفت نظرنا، لانه الله، طب ما نشوف الحالات دي، ممكن الناس متحمسه وتساعدها. يعني اكيد احنا لو اهتمينا بشيماء وعملنا معرض ومعرض ومعرض، مش بس لشيماء، لنماذج كتير جدا، الناس دول بيبقوا محتاجين. شوف شيماء فرحانه، هي ما خدتش فلوس على فكره، يعني هي ما باعتش حاجه خالص، يعني بتقول بعت حاجات بسيطه، انما الموده والاحساس بانه هي موجوده مش متجاهله. هي كانت مشكلتها ايه اللي احنا اتكلمنا فيها في النوبه اللي فاتت، ان الناس بتبقى بتقول لها كلام بايخ. شوف البنت احساسها عامل ازاي ومنوره ازاي، وهي حاسه ان الناس بتعاملها كانسانه، وانها تستحق انها تتخدم وتستحق المسانده والمساعده، حاجه بتتقلب حاجه تانية. فارجو ان نظره المجتمع تبقى الطف واحن وارفق، ونظره الساده المسؤولين بكل انواعهم، انه الناس كلها على فكرة، مش بس المعاق أو غير المعاق، كل الناس محتاجة إن احنا نبص لبعض بصة مختلفة، بصة فيها إحساس بإنه أنت أنا وأنا أنت، ولا أنت ابن ناس وأنا ابن، ولا أنت بنت كذا وأنا لا، احنا كلنا بني أدمين، وكلنا كلنا بما فينا الناس المخطئة نستحق إن احنا نطبطب على بعض، عشان كل واحد ما يعرفش بكرة هو يقدر يطبطب ولا محتاج حد يطبطب له، ولا تطبطبه زي حسين الجسمي. يعني على كل حال انا بشكر الوزراء، وبشكر شيماء انها شرفتنا في برنامج باب الخلق. واللي عايز يدعو شيماء لفسحه انا ادعوكم تقولوا لي، اللي عايز يدعوها انها تتفسح في القاهره يوم اتنين يبقى شيء جميل جدا، عشان انا فاكر كان زمان في صباح الخير باب اسمه نادي القلوب الوحيده، ثلاث صفحات في اخر المجله، كان بيشرف عليهم الاستاذ صبري موسى والاستاذه ربنا يديها الصحه زينب صادق، وبعدين ضموني ليهم ان انا اشتغل، وبعد شويه هم مشغولين فبقيت انا اللي بحرر الباب كله واكتب اراء وارد على الناس وحاجات زي كده. كان شعاره المشاركه هي ما نحتاج اليه لنشعر بانسانيتنا، يعني ببساطه انك عشان تحس انك انسان، ما فيش حاجه تحسسك انك انسان بشكل حقيقي إلا لما تكون إنسان مع الإنسان الآخر، لما ينضم هذا الإنسان مع هذا الإنسان بود ورحمة ومحبة بتحس إنك أنت موجود. بس يا سيدي، ولسه عندنا حاجات في باب الخلق.